جمهور الفرق الثلاثة عم ينتظروا اليوم مباراة النجمة وطرابلس مما ستقول إليه نتيجة لقاء اليوم. خادنا هالمكان ممكن يسدد بسدد خالد التكجول، بس عطوي بيلعب الكرة إلى داخل منطقة جزاء مباشرة. عبد الطافي حكايه يخطئ، ضل طالب صراع على الكرة بالطريقة الهوائية وتسديد مباشرة، إنما الكرة بتمر بمحاذاة القائم الأيسر بهالوقت مع وليد اسماعيل. ايضا وليد بيتقدم ممكن يسدد من المكان، وليد اسماعيل بيسدد تسديده انه يحصل على الكرات عن طريق عبد الرحمن العكاري مع التمريره الطويله الاماميه. ما في تسلل، ممكن فرصه هدف، هدف ممكن العرضيه، فرصه هدف لمصلحه طرابلس. عم ينطلع، عم يتقدم، عم يلعب الكره العرضيه، ممكن نشوف الهدف الاول للنجمه. تسديده جول، القاضي عم يصدر حكمه، حسن القاضي عم يصدر حكمه وعم بيعاقب طرابلس على طريقته الخاصة. ومع العرضية ممكن يكون موجود بالوقت داخل منطقة الجزاء، بتطلع جول، جول 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 جول. ما بيرحم أكرم مرغب مغربي، ما بيرحم أبدا عندما بيكون موجود بالهواء. الحكم الرئيسي رضوان غندور عم يعلن عن نهاية أحداث المباراة.